شكرا لهذا الجمهور بانك وحشت والله توحشت هذا الجمهور مقيم من احب الجماهير اللي عندنا في تونس حبيت بالمناسبة نشكركم على هذا الحكم وحبيت نشكر إدارة الرجال اللي مكنتني من هالفرصة هذه باش نتقابل مع هالجمهور العزيز وكذلك نحب نشكر الفريق التقني اللي مصاحبني إن شاء الله معاه في الضبط تعريف قام الشعر دفتر جبت المعاني جبت المعاني مرصع يا سمعني في بحور الاشعار سباح والقافي طوعني الاشعار نفارسها الاشعار نفارسها الاشعار نفارس الاشعار نفارس الاشعار بص علي الشيخ بس شويه بس شويه خلينا شوية زادة ساعة خلينا ساعة الموضوع ومن بعد كل اللي تحب عياش جيناك على راس الورد ضايع باش نبلغوا ليك اللي راك انت هو اللي باش تنقض جهدك الحالة بتاعنا بعد هالثورة هذه المباركة راهي زاد تعكرت ولات قاسية ومتعبة هي متعبة أصلا من أولها متعبة يا محي التصالية نهار الرابعة قال في برد يا تزيني فديك اي خليني نمشي للحمام نكمل تعظيماتي ونشكي بهمي وغمي لصويح بيتي مشات الحمام هزت سقها مرتي ومشات الحمام والسقيفه تاع الحمام السقه بنتها فشفوشه وحارزه البكوشه قلت له ويتغسل ولا تغسل ولا تغسل ولا شده كعبك وتمسح كبعك وعلى ترجع الاخرى عملتهم نص في كلاس كل مره تشرحك واحده واحده لابد يجيب قيد على الجيل مش عارف ايش فايح بعد ايش حاطيني في وجهي حبيتيني عينيا بالصابون يبعد انت من حنايا بس تفايق كيف تطلع ابعد يا طفل ابعد بحدايا ما تجيش تقضي بحدايا اسمع اسمع يا مرا عليك مرا كبيره احترم فيك على الكبر بتاعك ما كانش ولا مرن مرن ديني نبض صحرام ليه مرا ولا امراه كبيره ومريضه وانت تشفي بالمدارك قال حد ايش بدك حطيت سيري داخل واحد اخرى باع شنو وحده في المطار ما لازمش تخرج نفخت بالماء يجبوا فيها ربعة يجبوهم قعد ربع ساعة فبري ولحم صوت بكرة عاد كبرت كبرت من البيت البارد من البيت السخونة البيت النص وخرجوا للشارع خرجوا الزر كل شرع علي في الشارع الرميمة في بالهمش يا رب وقت يتلفت واحد منهم يا ربي يا ربي يا ربي يا كريم فيها ماء وفيها نافوره كرفتوك
لمونيش لها ورموني على قلعة الطريق وتسربت من لحال دعيوني واني في الدقنقين وزيد يما وانت تلقاني نقول صباح خير يا يما نهارك مبروك يا لوليدي اللي جبت من قرش اشني حالك يا يما لا باس اللي جبت من قرش يما اشني حاجتك بحاجه ما يسالش هاني جبت من قرش يما مش اني شفتيني من قرش بعرفك شفتيني بالفاكس ماني عارفك شفتيني باين انا زرقاء ليلتها يعلم بها كربي ليلتها يما توجع بيا انا عندي ودي عبد القادر يولي راجل مش يحلى الطريق بتاعك الجحيم بالفزوز وهذا هذا نوريك فيه يخلصني بابي في الكسعه يلبس فيه معك مش عود كو كو يا باي يا باي وسمي نسيت الامور ينعدوك كل سكت امك ويعطي اليوم طريحه احنا عندنا في البلاد لكل امراه عطاها رجلها طريحه نهار كامل تعدي عاديه اما قبل ما يروح الدرجين تتغطى وتربط فعلي تعالى طنبين شبي نسيته قالوا وش نسيت خضرة اش خضرة باي انسيتو انسيتو الخبز لا باي انسيتو واك قال له راس مش بي انسيتو باش تطهروني يا باي المقدم قال لهم تطهرونا الخميس تطهروه نهار الخميس طفل في السكة من سكوندير باش تطهروا نهار الخميس وقفوا في جاري عسلامة سي المستوري قال خالي يعيش قدام مرحبا بيك تولد وشني يا مدام يا غلبة يعيش اختي وشني يا اختي وكاك وخسر لي عمي عبد السلام قال لي وين مني شوف عصفور فوق شوف شوف عصفور فوق شوف بومر فوق يا ريتني شفت نمر يا ريتني شفت صيد يا خيال من العجالية والله ده فتقيه من قدام وحني لطفلة من تالي ها والله يهب ولا لو تدخل تشريه سنين واحنا نبدو معلمين في سنتر تدخل سلينا ويل عندك رجال جدد اي خلاقة ده قدير باي تخونت كاتا مرهز شوي عندي راجل كان جاي كبير رجع مسكن بعيد مدام ادخل قيس مدام ادخل اشنب في اشنب الشعف الشعف الضبوط يبكي اصلا يا بنتي ساعة ساعة تفتف توش هطوش خاصة كي يعرضك واحد وجد الحديد الريحة من المنتج المستهل اضرب الدين ربيش يعني والله انا ساعات انا ربي يرحمنا تقمش وحيدة وساعة ساعة دي وحيدة عجبتني انا قربت تحتها وهي اعطتني دم جيب فلوس وكل واحد الدم تهزه وواحد الدم اقلب التنجر على فمها تخبط على دمها انا الحمد لله يا رب مرتي دم ونص اول ست خلاوات بك انا استحفظ على دمه انا شيني تيتا حتى الاغاني اسمع ولا مثل السمع طيب تبقى على دينا سخن مثلا طيب الشمهور صلي على النبي يبدو تلفوه المنورة تجد شمهور هي تغني له على الله يا أم المتيت الحمالي برش ما يفهموا ياش المعنى هي راي معنى كامل الجمهور حاجته بالمعنى على شميت بين بين زوجة عروسة جاءت على سلام جدا للعروسة لا يجب بين 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 عزاي معاه عزاي معاه بين كبوم بحدها كبوم الكل بيب بيب سوى تعرف سجاد يقولوا بيب بيب لغة قال بابي اها نحب الفن الشعبي الودي وجاء الزكار الواحد في نهاية في نهاية الزجاجة كان محمد علي مثلا أوكينا التاك يا عذابي واه أكين التهك يا عذابي واه أكين التهك أنا عريس طويل العروسة جدك وجبت ابن العروسة بنتي جدك أعمل عريس ليه هو اللي جدك اتجنك طبعا لا ما فيش كيفاش
أو كينا تاهك يا غبوة كينا تاهك يا غبوة كينا تاهك يا حمواليكم أتزل يا حموالدي يا حموالدين والدي يا حموالطايفة يا حموالدين والدي راك عسل راك عسل الرومانتيقية توسية مميزة لكن بطبيعة في الدول الكل تختلف الرومانتيقية أنت تشوف المصرية مثلا مصر تقوم للليبي نزل راقد ومول الدار يدوب عكرة سبب في رجل تعمل لزوم بكر رخطة ما زلتها زلت راقد يقوم التونسي متحزن لقيت حد ما يبص تمرة منه من اللي حملتها عامل مصيبة ما تقوليش خاك عزيزة تقول لليه زين شد مشومك تمام يقوي في مرايتنا أحسن خير حتى كي سافرت برا والله يا فرقة بي نهارها زيت جيت دورة العالم وصلت مشيت حتى دبي تسمع دبي ما قال بنات يحاطوا الصحاب والله يجبوا علينا وروسكم يا جماعة يا تونس خير من ألف دبي والله والله خير من ألف دبي تيد يا وخيالي طايح قدر سعياتي في القرد لا تسمع اختر ما حي السيد ياكل في القرد والدجاجة تنقرنه في عينيه وهو قيلك مسكين قيل قيس اوه يدر ساعات جي اللبة تحب وانس اوه شو عليك قول لك مدى السنين مشيت من انك تخص مقرب من انك تدلوني عايد زي الجيل عليك في العروسين الباب كعبة كيف تحجى في جيبه قعد عليها والطمنات مارقول يحشي في الطواجن والكساكس والكسكسي هابط والحمام ينقر على بطل اما تخضايا حرام مارفات تعرس بعثولين نخلي مشيت على الفرقه في الصفات نطلع مع الصنوف الصفات الثاني ممنوع ومكاك مسكين اللي يسوق في الصفات شدوا الحرس قالوا مش عندك من ثاني ممنوع مش طلع ترونا نحن فرقه فنون الشعبيه نتاع تونس باش نفضوا تونس غادي يكون تعرف وين الحفله وين ها وانت الحفله في قلب نيويورك وين في قلب نيويورك معناتها ملي اللي طوري فين يا حبيبي ها وانت شبيه اخي توتوني فين في نيويورك من وين جيت ما قلت لك في المانيا قد ايش المانيا ما تبدا ترعش اصلا باهي الطبله باهي الدربوكة بالكدا مشحوطة معدلة هذا كلام عرفي ترى اعطيني سمعني هاي رايح حفلة في نيويورك ترتاح شوي وتجي ان شاء الله والله تتذكر هذيك اول ما جت بحضرنا الحفله هذه السيدي اكزاز جد باش تخدم معايا قالت لي انا نحب نشرح معاكم الفرق جات شاد صبغه شعر احنا قلت يمكن من بعيد جاي تقول فحمه هكا مره لا لو عرفت وقت النوع لابسك جيستكور كلاس منش فلانه ايوه وك الصابو عرفته هكا لزوم الشغل ولابسه جلباب ومحلوه لو كتبت هدا عليك تقول ماتريكس على حالك لا جو عليها ليه؟ ومن جبتها بطل نعمل في قهوة قلت له بربي يا معلم وحيش عندك من كار قلت له عليه جعفر قيس من هنا ليه قلت له يا مصدق أنا قلت له يتبعوا فيك على الانستغرام هي صار هذه هي الحكاية تي قلت لي ميسي قلت
يتبع في اكثر من يتبع الكور. هو زازي تبع زازي. وشديت تزيد نار كل شدك الواحد وتبعته والله قلت مالكش نعمل تطور امور ونجري وراها كلها راسي مجنوب فوق تقول منصف المرزوقي. سالوا يا سلام ودخلت الرسولات كلها وتشيكوزا وفاكتوزا وراكتوزا وبابتوزا يا تسيب علي مرضتي بالسكر والدم. عندك الحق. عندك الحق. عندك الحق. اه اسمع كما قلت لك هذه الغايه منه قلت لك اسمح لي الذين كلهم مش تتحقق هذيك. زلنا نغنوا الاغنيه نتاعنا تراثنا راهي تونس راهي 3000 سنه حضاره امام راهو ابو القاسم الشيخ عبد الرحمن بن خلدون ما طيحناش قدرنا. مش طيح لي يدي مش طيح. بات واحده من التراث. في راسي يزمني. اوه الكيف. ابو قلب غنايه زعزع. شنو؟ والله نيويورك اللي ما نزلش لها. تصوروا نحن في قلب نيويورك بالطابل والزكرة. أو كنا مش نعملوا كيف؟ أبو قلب ماشي إلا مريخ ونغنوا في الدم والدين. هاي. شكرا لكم جميعا محليكم حفيدي تعدى عرض ممتاز هذا بفضلكم انتم يا رب كما عودنا جمهور المنطقه الحلوه هذه وخنين حبيت بالمناسبه مره اخرى نشكر اداره المهرجان اللي اعطتنا الفرصه هذه بشوف الجمهور الحلو ياسر كل عسل نطلب لكم كل ما ساهم في اعداد هذه المسرحيه عبد القادر خيل اوكي امشي محسن ابو الاعراس ابو الاعراس الفنان رياض النهدي مع ملك الكوميديا الفنان الكبير لمي من مهدي شكرا